فعلا كان عندنا عديد من الملاحظات بخصوص التقرير اللي صدر مؤخرا مجلس المنافسه، للاسف كنا كنتظروا انه يعكس بشكل اكبر يعني واقع قطاع التامين والخروقات اللي فيه واللي كتمس بشروط المنافسه الشريفه في السوق، خصوصا ان جمعيه وسطاء السنتين كانت من الجمعيات المهنيه الاولى اللي تواصلت مع المجلس وعقدت مع جلسات واجتماعات وقدمت عديد من المعطيات والوثائق والتقارير وغيرها اللي تعرف عليها حتى الرأي العام الوطني بخصوص ما يعرفه هذا القطاع من غياب التنافسية الحرة والشريفة في عدد كبير من فروع التأمين. نذكر منها التأمين على العربات، المسؤولية المدنية على العربات للأسف اللي هي أثمنها موحدة لدى جميع شركات التأمين، والمجلس اختار انه يستعمل مصطلحات للاسف اللي ما كتعكسش مدى الخروقات. نذكر منها انه يستعمل كلمه تطابق في التعريفه ديال التامين على العربات في حين هي تامين موحده. ثانيا بالنسبه لما يعرف بالعموله ديال الوسطاء اللي هي تي متواطئ عليها، يعني السوق كله متواطئ على العموله، هو سماها عموله ثابته، وفي حين اننا ملي كنقول الوسطاء راه كاين نوعين من الوسطاء. الوسطاء في التامين كاينه من جهه وكلاء وسماصير التامين، وكاينه ايضا من جهه القطاع البنكي او شركه التمويل او الجمعيه ديال القروض الصغرى. ملي كنقولوا ثابته يعني ثابته واش حتى على القطاع البنكي؟ القطاع البنكي كنعرفوا بانه عنده اتفاقات مع شركه التامين، وهنا شرنا واحد نقطه ايضا اخرى اللي هي خطيره، اللي هو التكتلات والاتفاقات اللي كتجمع بين شركات التامين والابناك اللي كيديروا عقود حصريه او اتفاقات حصريه لبيع وترويج عقود التامين ديالهم بشكل غير قانوني. المجلس للاسف التقرير ديالو اللي طلعنا عليه حتى في التحقيقات لم يعني ما استقبلش او ما استمعش لجميع الفاعلين، فكنلقاو فقط اربع مقاولات ديال التامين، وحده منهم اللي هي تعاضديه. هاد ثلاثه الشركات اللي استمع لهم، في حين ان اكثر من 20 شركه ديال التامين في المغرب، يعني فين هي باقي الشركات؟ كنلقاو ان التقرير لم يستمع لاي بنك، شركات الابناك ما استمعش لهم نهائيا، في حين ان هاد الوساطه كيمارسوا هذا القطاع. فكيفاش على الاقل غادي نقول انني درت راي على قطاع ديال التامين في المغرب وانا لم اسمح حتى للفاعلين؟ استمع لبعض الجمعيات المهنيه حسب اختياري وتقديري، استمع لواحد الشركات اللي مسماهم لي كومباراتور دو بري او اللي كيقوموا بالمقارنه ديال الاسعار، ما عرفناش الصفه ديالهم، عطاهم واحد المشروعيه بدون سند، ما عندهمش صفه حتى في مدونه التامينات. استعمل قلنا مصطلحات خارج السياق، استعمل ايضا توصيات اللي هي غير قانونيه وهذا اخطر ما نقدروا نقولوا، وايضا توصيات اللي هي غير دستوريه واخرى غير واقعيه. هذا الشيء كتعكف عليه الجمعيه حاليا، وغادير واحد التقرير في هذا الاتجاه اللي غتنشر فيه مجموعه من الخروقات اللي شارلها التقرير والمعطيات اللي هي غير واقعيه، وللاسف اللي ما كتصبش في اصلاح القطاع. وكيفي نقول لكم بانه مجلس المنافسه المسؤولين اللي فيه عطوا راسهم الحق انهم يقولوا ان بالنسبه للوسطه في التامين هناك قيود اللي كتخليش المنافسه في القطاع، اللي ضمنها انه كاين ما يسمى بالامتحان ديال مزاوله مهنه وسيط التامين. وهو قطاع التامين هو قطاع ديال تقديم عقود اللي هي فيها بنود قانونيه تعاقديه اللي التاهيل ديالها والمعرفه ديالها والادراك ديالها غير سهل بالنسبه للمستهلك المغربي، وهذه مهنه حره طبقا للقانون كباقي المهن الحره بحال المحاماه والمهندسين والدكاتره وغيرهم. فكيفاش كتقول بانه خصنا نحيدوا هاد التاهيل باش نبيعوا عقود ديال التامين مباشره للمستهلك؟ هذه خطيره، هذه كتضرب في الصميم الغايه من هذه المهنه. يعني غتجيب نامبورتو كي يبيع وصافي، نحيدوا حتى المحاماه نحيدوا لها التاهيل والمهندسين نحيدوهم، وحتى مجلس المنافسه اللي غنشتغل فيها انا غدا حتى واحد لي الشروط باش كتشتغل حتى هي راه مقيده باش تكون مؤسسه فاعله وهذا. فراه ما يمكنش نضربوا النظام العام او النظام ديال قطاع التامين اللي هو في العالم مؤسس على هذا المستوى، لان ما يمكنش يكون مستهلك في مواجهه الشركات ديال التامين بدون ما يكون وسيط اللي كيرافقوا، لان الغايه ماشي هو نبيعوا العقد في حد ذاته او نبيعوا التامين للناس، ولكن هو مواكبه واستتباب الامن لهذوك الناس، يعني لا افراد لا شركات لا مستثمرين. فالدور ديالنا راه هو
كنعرفوا بان العقود ديال التامين تتغير بشكل دوري على حساب الامكانيات وعلى حساب عدد الحوادث وعلى حساب التنافسيه في القطاع، فكنتجاهلوا جميع هذه المشاكل وكندخلوا مباشره بحال تعميم الفوضى في قطاع التامين. وهذا شيء مؤسف انه يجي من مؤسسه اللي تخبرت بعديد المعطيات وبهذه المشاكل وما ناقشتهاش واتجهت مباشره لتحديد التوصيات اللي هي مخالفه لحسن سير هذا القطاع ومن اساس اللي هي دستوريه للاسف. من النقاط والاختلالات اللي كنقدروا نشيروا لها اللي شار لها التقرير بالنسبه لنا واخا بشكل محتشم وما ناقش الخطوره ديالها، كنعتبر ما اشار بان لا فيديراسيون ديال شركه التامين اللي هي اللي كتورد حاليا شوايه تامين العربات لشركه التامين، اشار بان لا فيديراسيون كتمتع بصلاحيه ديال هيئه التقنين. وهذا اخطر ما نقدروا نسمعوا، هو انه جمعيه ديال شركه التامين هي اللي كتحكم في توريد شوايه تامين العربات اللي كنسوريو بهم الناس الزبناء في السوق. بمعنى هذا اكبر اختلال للمنافسه، لان كيفاش انا عندي شركه ديالي ديال التامين ورئيس جامعه ولا عضو فيها وهذا، وانا اللي كان وحنا اللي كنفورنيو للشركات، بيان سور حنا نقدروا نتلاعبوا عليهم. وقالها في التقرير بانه اشار بان احدى المقاولات صرحت لي بان تم توقيف توريد شوايه تامين عليها، يعني وقفوا على الشركه كلها، فما بالك الوساطه وحنا شي عانينا منه، عانينا منه لان كنقولوا بان كاين ما يسمى وضعيه المورد المهيمن. حنا عندنا بعض المرات مورد واحد هو اللي كيعطينا شوايه التامين، ولقينا دابا هذاك المورد براسو كيجي عند لا فيدراسيون ديال شركه التامين، وهما كيتلاعبوا بينا. اش هما تلعبوا بمقاوله؟ واش ما غيتلعبوش بالوساطه؟ فهنا هذا راه كضرب ماشي غير تنافسيه، وكنت كتلعب بالسوق كله كما بغيتي، وبطبيعه الحال انت كتورد كما بغيتي وكتحصل ما بغيتي، وهذا خصو يكون عند الدوله المغربيه وعند هيئه التقنين. هيئه التقنين ما كتذكرش هذا الشيء في سميتو في التقارير ديالي اللي كتفع رئيس الحكومه، كانت هي خصها تحاسب. فهنا كيبين بانه من ضمن الحوايج الاساسيه اللي بالنسبه لنا تشار لها ولكن ما تناقشتش. ومن النقاط اخرى اللي كيقلنا هي ما يسمى قلنا بالعموله والاثمنه اللي هي مرو موحده والعموله حتى هي موحده في السوق، ولكن ما تناقشتش بالشكل الكافي، هو اللي خلى كي قلنا ان التقرير رغم هذه النقاط اللي كان اتفقوا جزئيا معها، ولكن العمق في الحلول الواقعيه لها ما كانش في المستوى المنتظر. بالفعل كاين العديد من المشاكل اللي كتهدد القطاع ديال 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 التامين والوساطه في التامين وحتى حقوق المستهلك المغربي. فملي قلنا ان القطاع فيه تكتلات ما بين شركات التامين وشركات الابناك، قلنا كاين تواطؤات ديال السوق. اسمح لي كنقول لك تواطؤات ديال السوق ماشي تواطؤات ديال الشركات، يعني السوق كله كيتواطئ باش يدير عموله وحده، باش يدير طاريف وحده، باش يدير بروسيدور دانديمينيزاسيون، يعني مسطرة التعويضات حتى هي موحدة، شروط تعاقدية شبه موحدة. فهذا الشيء كله قفز عليه التقرير وما ناقشوش، وهذا الشيء كيضر بالمستهلك المغربي، خصوصا أن القطاع حرته الحكومة المغربية منذ 2006 وحرت العمولة الوسطاء منذ 2001. بمعنى أن هذه التواطؤات وهذه التلاعبات في السوق من طرف هذه الفاعلين الأساسيين في القطاع من شركة من شركة الأبناك هو اليوم واصل 17 سنة بالنسبة للسوق، وواصل تقريبا 22 سنة بالنسبة للعمولة ديال الوسطاء. فكيفاش كيجي تقرير عوض ما يشير بواحد اسبوع اتهام لهذه الشركات باش تراجع طرق التعامل ديالها وهاد التواطؤات وتوضع حد لها، كيعطيها بانه ملاحظات فيها واحد النوع من استعمال لمصطلحات ماشي هي دوره المنافسه. وغنعطي مثال اخر، كيقول بان في القطاع كاين ما يسمى بالتركيز بالنسبه لعدد من الشركات، ثلاث شركات تقريبا كتحقق 46% في سوق التامين، يعني كرقم معاملات بارابور لسبعة شركات في السابق، دابا راه ولات ستة. فهاد الكلمة في غير محلها، هذا ما كيتسماش تركيز، هذا كيتسمى احتكار، وخصنا نشوفوا أسباب هذا الاحتكار. مجلس المنافسة في التقرير ديالو المسؤولين اللي داروا هذا التقرير للأسف ما خداوش مسؤولية هذه الكلمة هذه، لأن التركيز هو كيكون ما بين شركات اللي ماشي بالضرورة فاعلة في نفس النشاط. أنت كتقول بأنه
تركيز هو راه اصلا احتكار، واسباب الاحتكار كان خصنا نشيروا ليها ونشوفوا الاسباب ديالها. ما كاينش الاسباب ديالها، كيفاش هاد الناس كيحققوا 50% تقريبا السوق وهما غير ثلاثه؟ شنو هي الاسباب؟ منين جاتهم؟ شنو هي الامكانيات اللي تعطاتهم؟ كيفاش يعني السوق واش ماشي تنافسي وعلاش هو بهاد الرتبه؟ ثانيا ما بينش التغييرات في التنافسيه، يعني هاد الشركات منذ 20 سنه راه باقا الاولى هي الاولى والثانيه هي الثانيه والثالثه هي الثالثه والرابعه هي الرابعه تقريبا، يعني كيحافظوا على الرتبه، يعني ما كاينش تنافسيه باينه. يعني على الاقل كنا غنلقاو وحده العام فيت كانت هي السادسه ولات هي الخامسه ولات هي الرابعه الثالثه ولات هي الرابعه، هنا غنحسوا بان ما كايناش، هادشي ما كيتضرش. اخطر ما كاين هو انه التقرير ما خداش بعين الاعتبار حتى المنافسه الغير مشروعه والغير شريفه ديال القطاع البنكي، لان القطاع البنكي كيقوم حسب التقرير نفسه انه كاين 11 بنك اللي عنده اعتماد، والاعتماد عنده شروط ديال الوساطه في التامين، وكيقول في نفس التقرير انه توصل بمعطيات من هيئه مراقبه التامينات بان التسويق كيكون في 5800 وكاله، تقريبا شي 6000 وكاله ديال بنكيه للتامين. وكيفاش انت عندك 11 اعتماد وكتبيع في 6000 وكاله؟ كي درتي ليها؟ كتبيع بطريقه غير مشروعه. ما لقينا ولو بنك استمع ليه. علاش ما استمعتيش ليه؟ لان هذا السؤال غنطرحه على السي رحو اللي كنتمنى يجاوبني على كيفاش 11 الوكاله 11 الاعتماد كيتباع في 6000 وكاله. هذه راه غير منطقيه وكتبين لك درجه الخطوره ديال المنافسه الغير مشروعه. في نفس التقرير كيشير بان هاد 6000 وكاله حققت واحد واحد التطور ديال 100% في خمسه السنوات الاخيره من بين 2017 حتى 2021. يعني قلنا تقريبا 100% ديال رقم المعاملات، في حين ان 11 البنكه وسط منهم كاين مجموعه من الابناك اللي هي راس مالها ماجوريتيرمون اجنبي، يعني راس مالها اغلبيه ديالو فهو ديال شركات دوليه بحال يعني راه باينين نقدر نشير الاسم ديال الشركه وشركه هادي راه فرنسيه 100%. وهذا الشيء في حين ان شروط ديال الوساطه اللي كيشير لها هو في التقرير ان خص يكون 50% في حوزه شخص طبيعي مغربي، لان هذا الامتحان ديال الوساطه راه كيدوزوه المغاربه، واش غنعيطوا على الاجانب يدوزوا لنا امتحانات ديال الوساطه ديال مهنه حره في المغرب؟ وهو كيقول انه خصو يحيد هذه العقبه. يعني اش كيدير هذا التقرير؟ كيحاول يغطي على الخروقات الممارسه حاليا بهذوك الاعتمادات الغير قانونيه ويتحاسبوا المسؤولين ديال هيئه مراقبه التامينات والتحديات الاجتماعي اللي عطاو هاد الرخص خارج القانون، وكيحاول يعطيهم توصيات اللي غتساهم في التغيير ديالها مع الاداره المعنيه. هذا راه شيء خطير، هذا كيضرب اولا مصداقيه القوانين وقيمه ديالها في البلاد. دوله الحقوق القانونيه راه ما كايناش بهذا التقرير، بل هي توصيات تساهم في اتمام ومشروعيه الفوضى اللي كاينه في القطاع، عوض ما نزلوا بعقوبات ونسحبوا الرخص الغير قانونيه، هذا الشيء ما تشارش ليه. اخطر ما لقينا قلت لك في المشاكل ديالنا هو انه كاين قلت لك اسعار تفضيليه عن طريق هاد شبكه الابناك اللي هي تختلف عن شبكه الوكلاء ديال نفس شركه التامين. نقدر نقول لك دابا شركه ديال التامين اليوم كتخدم مع وكيل ديالها كتعطيه سعر نفس الابناك كي قلنا كتقدم نفس الخدمات عن طريق لفائده شركه التامين باسعار تفضيليه بخلاف ما تقدم وبشروط مخففه بخلاف ما تقدمه للزبون عند وكيل ديالها اللي هو اصلا خاص بالتامين. وكتقدم فروع ديال التامين غير قانونيه بخلاف القانون. فهنا اللي غنقدر نقول لك هاد الشيء كلشي ما كاينش في التقرير. يعني الدمار ديال القطاع ديال الوساطه في التامين رغم علم مجلس نفسه والمسؤولين ديالو بان تقديم خدمات التامين يتم داخل الوكالات البنكيه، وهذا كيخالف الماده 301 من مدونة التأمينات و300 من مدونة التأمينات اللي كتنص بصريح العبارة أنه لا يجوز أنه يكون الاعتماد في غير محل واحد لتقديم خدمات التأمين ديال الوساطة في التأمين، زائد أنه ممنوع إدماج نشاط آخر في الوكالة من غير نشاط التأمين، في حين أن الأبناك ما عندهاش كتدمجهم هذه سنوات، يعني منافسه غير مشروعه بطريقه مفضوحه، وهما داروا بحال ما شافوش وما كيعرفوش، بحال ما عمرهم مشاو للبنكات وحلوا دي كونت وشافوا عمر كيهضروا وكيشوفوا الناس غير مؤهلين. وهذا الشيء شرنا ليه في تقرير السنه الفارطه ديال اختلاف هذا القطاع التامين وخبرنا به المجلس، فالمجلس نقفز على جميع هذه الوثائق وهذه الادله وهذه القرائن وهذه التقارير، وما تصنتش الجمعيه ديالنا بدون يعني كيطرح اكثر من علامات استفهام على هذا الشيء.
اليوم كنعتبروا هذا التقرير هو كان تقرير انشائي اكثر من انه تقرير واقعي كيعكس مشاكل القطاع والاصلاح ديالو وحمايه حقوق المستهلك. واللي هنا كنسطر عليه انه لم يكن زعما ما تخدش بعين الاعتبار بشكل كبير لا هو لا الفاعلين الا لان من ضمن التوصيات اللي قال التقرير وهو ما ريحش مع المسؤولين ديال الابناك قال لك اودي هو كيشوف بانه كيوجه انه خصنا نساعدوا او نشوف اتجاه ان نعطوا الابناك او القطاع الوسطى البنكيه انها تبيع عقود هي من غير على الحياه حيت تبيع تقريبا كتحقق واحد مداخل كبيره في هذا الاطار بدون ما يستمع لهم بدون حتى شي حاجه. دونك هذه التوصيه منين جاتك انت كما جلستي معهم ما طلبوا منك والو ما شتيهم ما شافوك وقلت لهم ودي نشوف هذا الاتجاه يعني هذا كيرضي شكون كيرضي لوبي البنكي هاد الخروقات اللي تسترتي عليها كترضي لوبي شركه التامين حتى شركه التامين باش يستافدوا راه بدون تنافسيه ما عمرهم غيستافدوا راه الا ما شجعناش التنافسيه الحقيقيه راه ما غنزيدوش لقدام راه حنا غنبقاو في نفس البلاصه وحنا في نفس البلاصه راه حتى لو طو دو كرواسونس المارشي راه ضعيف قلنا حتى الشركات ما كتيفولييش يعني تقرير بالنسبه ليا مؤسف جدا ولا يرقى لا يرقى الى ما كنا ننتظره من مؤسسه دستوريه لها من الامكانيات الموفره لها وما تكلفه الدوله المغربيه باش فعلا تعطي فكره حقيقيه. كنظن الى قارنتي التقرير ديالنا السابق مع التقرير اللي صدر غتلقى واقع اكثر واقعي اكثر وكان منصف اكثر وكان موضوعي اكثر ولم يتم انتقاده او انتقاد الارقام اللي جات فيه من اي فاعل من الفاعلين ومن اي مؤسسه من طرف الدوله كيوريك الى اي درجه هو كان موضوعي يعني واخا حنا ديال الوسطاء ومسؤولين التامين فبينا واحد مجموعه الخرقات وتمنينا ان مؤسسه الدوله في حين تقدم منافسه للاسف انا كيبان لي قراءه اوليه فهو بعيد كل البعد على انتظارات ديال المهنيين ولا ديال تطوير القطاع. بطبيعه الحال هذا التقرير كون كان كيصب في صالح المستهلك غيكون مشى بعمق الخروقات اللي كاينين في القطاع فكنعتبروا حتى الفقرات اللي هضرت على المستهلك فهي فقرات ضعيفه. فملي كتقول ان نحيد الوسطاء نحيدوا الاعتماد نحيدوا من شروط ممارسه الوسطاء في التامين اللي كي هما اللي في الفرونت اوفيس ديال البيع ديال عقود التامين بالنسبه للمستهلك انهم ماشي بالضروره يكونوا مؤهلين ودوزوا امتحان ومباراه باش يوليو مؤهلين باش يسوقوا عندهم واحد التاهيل علمي اللي هو محدده الدوله اللي كيبان لهم بالعكس كان خصنا نزيدوا فيه كاع يعني الا كان قبل الاجازه اليوم كنظن باش نكونوا ناخذوا نخبه ديال 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 الشباب المغربي اللي بغى يستثمر في هذا القطاع واخا ظروف الاستثمار حاليا هي مخاطره في حد ذاتها وما كنصح بها حتى شي واحد حتى تصلح هذا القطاع والتغيير يكون في هذيك هيئه مراقبه التامين التحديد الاجتماعي كنلقاو بانه كيشير انه يتفتح لنا بورتوكي. فهذا فين كتنصف انت المستهلك انت كتسنى تعطيه كونطرا بحال كتبيع كتبيعها في 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 الاسواق الكبرى بحال كتبيع شي سلعه ديال المطيشه وديال البطاطا اللي باينه هذه راه سو دي برودوي اللي فيهم دي كونتراكتويل والهدف منهم هو اننا نوفر واحد الضمانه كتلبي حاجيه واحد الزبون اللي كانوا خصنا نتصنتوا ليه ونستمعوا ليه وندرسوا ليه وبزاف د الحوايج. ناخذوا غير كمثال دول غربيه فرنسا كمثال اللي هي كنتقارن معها دائما فهي راه ما عندهاش الوسطاء ما كاينينش واي واحد كيجي يمارس المهنه هادشي راه ما كاينش هادشي راه خطير يعني واحد التوصيات اللي هي غير واقعيه ومؤسفه وغتضر بالمستهلك ولينا حنا اللي غنقولوا راه غتضر بالمستهلك راه نورمالمون مؤسسة ديال الدوله بحال هكا هي اللي خصها دير هذا الدور ماشي انا دابا اللي كنقوم به في اطار اخلاقي كرئيس جمعيه مهنيه في اطار اخلاقي وفي اطار الدفاع على حقوق لان انا في حد ذاتي راه مستهلك ديال التامين راه ما يمكنش غنمشي عند واحد وما عارف والو غيقول لي هيا لاسيرونس وصنيها ونسميتو. ثانيا ما هضرش على واحد المشكل اخر اللي كاين كيمس المستهلك هو التسويق ديال الانترنت التسويق ديال عقود التامين عبر انترنت هذا كاين واقع ياك من غير قلنا القطاع البنكي اللي حتى هو عن طريق شبكات غير معتمده. دابا كنهضروا على التامين عن طريق ما كاينش اشاره اليه انه خارق للقانون لان اصلا ما كاينش في المدونات ما يسمى تسويق عن طريق الانترنت الى يومنا هذا. اخطر ما كاين دابا شرط تقرير لواحد الملاحظه قال تجدر اشاره الى انه راه كاين هيئه مراقبه التامينات عطات لنفسها الحق كيف عطات خاص القطاع البنكي بدون سند قانوني عطاتنا ان تعطي قال لك الشركات الاداء تسويق عقود تأمين في مدونة التأمين ما كاينش حاجة سميتها شركة الأداء وشركة الأداء عندها رقابة من البنك المغرب ومن هيئة مراقبة التأمين من البنك المغرب كيفاش غتسوق عقود وهي ما عندهاش أصلا الصفة القانونية والنظام الأساسي اللي يخليها تبيع عقود تأمين لأن الوسطاء محددين قانونيا ما بين وكلاء وصماصرة وأبناك وبريد المغرب وجمعية القروض الصغرى كيفاش شركة الأداء
اش علاقتها بالتامين؟ امتى دوزت هذه؟ امتى خدات التاهيل ريسبونسابيليتي؟ امتى خدات الموافقه ومن تغيير القانون؟ واليوم انت كاتبها وما ناقشتيهاش. يعني اليوم مسلك مغربي كيتلقى عقود تامين امام شركه سميتها بين قوسين شركه الاداء، ما عرفتش شكون هي ولا شنو العدد ديالها، بدون سند قانوني، وما نصفتيش وما حاولتيش تاخذ توصيه في هذا الاتجاه لتصحيح هذا الخرق. بمعنى ان ولينا كنهتموا بالبيع التامين اكثر ما كنهتموا بالنتائج ديالو عليه. وغنعطيك جوج نقاط اساسيه اللي غفلها التقرير لصالح المستهلك ولصالح الوطن. مشاريع كبرى كاع ما ذكرات في التقرير والراي ديالو بعيد كل البعد باش يقولوا انه ناقش سوق التامين، فقلقوا التامين على الوقائع الكارثيه. فين هو في التقرير؟ فين هو الصندوق ديال الوقائع الكارثيه؟ ما كاينش، ما جلسش معاه، ما شافوش. التامين على الصحي حاليا المشروع الملكي الكبير اللي كنتمنوا ان شاء الله الدوله المغربيه تناقش، راه مازال ما ناقشتش الحكومه كتشتغل عليه، كرأي مجلس مهم فيه، خصوصا انه فيه توا احتكار. ما ناقشوش، ما جلسش مع المسؤولين ديال لاسانيسيس، ما جلسش مع المسؤولين ديال القنوبس، ما جلسش مع المسؤولين ديال وزاره الصحه وغيرهم، كاع المؤسسات المعنيه ما كاينينش. فهنا كيبين لك واش هنا تغفل كاع هذا الشيء، او هو كان 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 خطا في التقدير، او هذا التقرير خرج بواحد الطريقه متسرعه، او اصلا تاخر اكثر من سنه. فيعني بزاف ديال الملاحظات اللي كنشوفوها انها لم تاخذ بعين الاعتبار المؤمن لهم اللي هما المستهلكين، ولم تراعي مصالحهم نهائيا رغم الخبراء اللي كيتوفر عليهم نورمالمون المجلس. فكنقول بانه هاد النقط ها هي كنشيروا ليها. كاين واحد الشركه ديال التامين حاليا كتحتكر بيع واحد النوع فرع تأمين في المغرب معروفة، تأمين ديال العربات للمسافرين، أو تأمين ديال لي فواياجور بيبليك، يعني بصفة عامة لي فواياجور بيبليك، يعني ملي كيكون استعمال بحال لي طاكسي، بحال لي كار وانسي دو سويت، لي بيس وانسي دو سويت، يعني هما كيحتكروه بدون سند قانوني حاليا وسنوات، ماشي حاليا، منذ سنوات. في حين التامين في مدونه التامين هو تامين على العربات، ما فيش واحد، ماشي على حساب لوزاج فين غيستعمل، يعني هو تامين على العربات بصفه عامه. لقينا شركه التامين كلهم دوزوا هاد التامين لواحد الشركه بعينها، وهو احتكار ديال 100% لهاد الشركه، كدير غير هاد التامين، يعني في واحد الفرع ديال التامين غير في لوزاج ديال العربه، وهو غير قانوني، ما يمكنش تكون عندها رخصه اصلا لبيع هذا الفرع، لان ما كايناش اصلا في المدونه. ما هضرش عليها التقرير، وما قالش كاين احتكار من هذه الشركه، بل مريح ما قالش معها حتى هي، ما استمعش ليها وما استدعاهاش ما حتى شي حاجه. ورغم المعطيات اللي عنده، راه عنده 7 الملفات اللي كتقدر على هذه المشاكل من جهه الجمعيه ديالنا. فهنا كيبين لك انه ربما المستهلك المغربي كان اخر اهتمامات مجلس المنافسه باش يهتم به ويهضر عليه ويدافع على الحقوق ديالو، وينصفوا ينصف حتى المفاعلين الاقتصاديين، ونصحوا اختلاط ديال هذا القطاع. انا كنعتبر كي قلت لك هذا التقرير لا هو يفيد لا الفاعلين ولا الدوله المغربيه ولا المستهلك المغربي، كان بعيد كل بعد على الواقعيه، لان الا التشخيص ما كانش اصلا بالعمق الكافي من مؤسسه دستوريه، بيان سور حتى الحلول اللي غتعطى ما غتوازيش انتظارات، باعتبار ان التشخيص من الاصل ما كانش هو هذاك، وحتى الاستماع ما كانش لجميع الفاعلين.